ينضم لنا على التليفون النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب. أهلا بيكي معانا سيادة النائبة. أنا عارفة أنه حضرتك اتقدمتي بسؤال للحكومة حول أسباب أزمة الكهرباء، وعايزة أعرف منك بقى المشهد زي ما أنت شايفاه. أهلا بيكي أهلا أستاذة بيك. هندي وأهلا بكل المشهد مشاهدينا. النهاردة وصلنا لإيه؟ المشهد على الأرض. في الحقيقة كان في مشكلة كبيرة في انقطاع الكهرباء في المناطق الصناعية وخاصة في محافظة سوهاج، وكان في تداعيات لده، طبعا تأثير على المصانع، تأثير على المكن، تأثير على المواد الخام اللي داخلة في المكن، وخاصة الحاجات البلاستيك، الغلايات اللي لو انقطع الكهرباء عنها بتبقى في مشكلة كبيرة بتقابل المصانع. وبما أني عضو مجلس نواب فكان لازم نسأل الحكومة، لأن إحنا في أجازة برلمانية، فمن ضمن الأدوات البرلمانية اللي ممكن استخدامها أثناء رفع انعقاد الدور الثالث أو في الأجازة البرلمانية، بما معناه إن هو الأداة البرلمانية الوحيدة هي السؤال والإجابة كتابة من الحكومة. وفي الحقيقة تقدمت بسؤال للحكومة خاص بي، وخاصة لوزير الكهرباء ووزير الصناعة بالخاص، إيه التداعيات وليه ما تمش استثناء مناطق الصناعية اللي موجودة في مصر من ضمن المناطق الاستراتيجية اللي لا هي يجب تأثرت قد انقطاع إيه الكهرباء. المناطق الصناعية دي؟ يعني لأي مدى حصل يعني تأثير على شغلها؟ طبعا بالتأكيد كان في مناطق تم التأثير عليها بشكل قوي جدا، وزي ما قلت لحضرتك في البداية دي مناطق سوهاج، والمناطق خاصة الصناعية في سوهاج تضررت بشكل كبير، لأنه كان بمعدل كل 6 ساعات بيتم انقطاع التيار ايوه، الكهرباء. نتائج هذا التضرر ايه اللي حصل؟ حصل مشاكل كثيرة جدا، بأن حتى وصلت لأن مصنع من المصانع بعض الآلات اللي عنده تضررت وتم إغلاق المصنع حتى الآن. هو القصة كلها هل كان معروف لدى المسؤولين في الحكومة هذا الوضع؟ في الحقيقة اللي أنا شفته عشان نبقى يعني واضحين جدا وكل السادة المشاهدين يبقوا عارفين، أول ما وصل المشكلة للحكومة يعني بمنتهى الأمانة تم إصدار قرار أنه لا يتم انقطاع الكهرباء عن المناطق الصناعية. حضرتك عارفة طبعا في إحصائية في أمريكا بتقول أنه لما بيحصل أزمات في الكهرباء عندهم وبيتم تخفيف الأحمال، المصانع دي في أمريكا كلها بتخسر 100 مليار دولار في السنة. احنا ما نقدرش رقم يعني كبير نقول يعني. الارقام، ولا نقدر نقول قد ايه الارقام اللي تم بس عندنا احتمال خسائر، الخساره، لكن لا نقدر عندنا نقول خسائر انه الواقع بيقول ان في خسائر تكبدتها ده المصانع دي. حقيقي، ده حقيقي. لكن بالنسبه لنا برضو لازم يعني يبقى الساده المشاهدين معانا ان الازمه اللي موجوده دي مش ازمه موجوده في مصر بس، موجه الحر اللي موجوده في دول كثيره حوالينا، واحنا شايفين قد ايه الازمه مأثره على دول كثيره. احنا مرينا بازمات كثيره، ازمه كورونا، وشفنا قد ايه الحمد لله ربنا يعني فطرها مع مصر وعدينا، الوضع الاقتصادي اللي موجود على مستوى العالم اللي تأثرنا جميعا بيه، ويمكن مصر من احد الدول المتأثرة بشكل كبير، لكن احنا الشعب المصري قوي قادر على انه يعدي الازمات، وقادر على انه بالمعرفة والعلم والحكومة تطلع تتكلم مع الشعب وتقول له انت عندك مشكلة فين، عشان ما نتركش الشعب للشائعات اللي حضرتك نورتي ليها في البداية. عندنا شعبنا واعي وقادر ان هو يستوعب مدى قدرة هذا الشعب فعلا والحكومة على تدارك الأزمة. وفكرة النهاردة انه الوزيرين اللي كان زمان قبل متضاربين سنين طويلة يتعاونوا، بيطلع منهم تصريحات متضاربة طول عمرنا، كان وزير البترول يقول حاجة وزير الكهرباء يقول حاجة، ان الوزيرين النهاردة يقعدوا مع بعض ويطلعوا للناس الحقائق زي ما هي موجودة على الأرض، أعتقد ده يعني بيضرب الشائعات في مقتل. ده حقيقي، وبتمنى ايضا ان يخرج متحدث باسم الحكومه، قد يكون زي ما نبقى في الدول المتقدمه يوميا يتحاور ويعلن مع الناس الوضع، احنا وصلنا لفين، في تحسن فين، لا في تضرر في كذا، يبقى في وعي مجتمعي موجود، اعلامي موجود، الناس منتظره كلمه الحكومه اخر اليوم ايه اللي حصل النهارده في مصر،
اتمنى ان ده يحصل، ويمكن من منبرك الاعلامي بتمنى وبدعو الحكومه لده، لان احنا لما بنفهم الشعب بيصبر، الشعب بيقدر ان هو والمواطن المصري بالظبط، المهم انه يفهم ويبقى شايف الحقيقه بالظبط، ودي بالزبط. مهمه جدا في الحقيقه. بس خلينا نقول ان الصناعه المصريه، عشان اكمل لك، ان فضل. الصناعه المصريه كلنا مهتمين بيها، من اول القياده السياسيه، مجلس النواب، الحكومه، كل الناس. ليه؟ لان هي المخرج الوحيد لينا دلوقتي الامن لدعم الاقتصاد صح. المصري. صح، عشان كده ما ينفعش نسيب اي حاجه تاثر عليها، لان هنطلع بخسائر طبعا، لان ده في النهايه هيؤثر على الناتج القومي المصري، هيأثر في النهايه على الوضع الاقتصادي. احنا بنناشد كل المواطنين وبنناشد كل الشباب المصري، لان احنا يبداوا مبادره جديده في ان هم يبداوا كمبادرين في الصناعه المصريه، في ان احنا ننتقي بعض المنتجات اللي احنا بنستوردها من بره عشان نقلل الواردات ونقلل التحمل قصه العمله الصعبه. احنا محتاجين فعلا نتجه بكل قوانا، بمجتمعنا المدني، بالحكومه، بالنواب، بكل المؤسسات والهيئات، الى دعم الصناعه المصريه. الصناعه المصريه محتاجه مننا فعلا كمصريين عقل جمعي، كلنا نشتغل على فكره ازاي نقدر نقلل وارداتنا والاعتماد على العمله الصعبه. عارفه حضرتك يعني النمور الاسيويه الكبرى بداوا بالصناعات الصغيره في البيوت حتى، يعني وده حقيقي. وده حقيقي، واحنا مش هنخترع العجله يعني، موجوده في دول كثيره جدا. مش هنخترع العجله يعني، بالظبط احنا شايفين التجارب بره، يعني نعمل زيها، وشايفين قد ايه ده داعم كمان لتشغيل الشباب ولتقليل نسبه البطاله، وده مستهدف من المستهدفات الاساسيه في المرحله اللي جايه لمصر. اذا كنا بندور على اقتصاد حقيقي قوي، نقدر ان احنا نقول فعلا ان احنا بنينا بنيه تحتيه قويه، بعد هذه المرحله يجب ان نبني ايضا اقتصاد قوي. بالظبط، منظومه كلها لازم تبقى مكتمله كده وناخد بالنا منها. اذا في قرارين مهمين النهارده، اولا انه الاحمال مش هتتخفف بنفس الطريقه على المنازل العاديه، هتقل، يعني فترات انقطاع الكهرباء هتقل في المنازل، وبالنسبه للمصانع مفيش تخفيف احمال على المصانع. الحمد لله، ده يعني انا شايفه ان الحمد لله ده كان القرار طلع بهذا الشكل من مجلس الوزراء، فده انجاز انا بحييهم عليه، ان لازم ننتبه لدعم الصناعه المصريه واولها، لان احنا متضررين، الصناعه متضرره من حاجات كثيره جدا، اولها عدم تخفيف الاحمال عنها. شكرا لحضرتك النائبه هاله ابو سعد، عضو مجلس النواب. طيب.